ازيكم؟ انا مين وعايز ايه وواقف فين النهارده وعايز اوصل فين بكره؟ الاسئله اللي بنسميها احيانا الاسئله الوجوديه. الحقيقه احنا عندنا نظام نفسي مسؤول انه يجاوب على الاسئله دي. النظام ده احنا كاخصائيين نفسيين بنسميه الانا او الايجو. النظام ده عامل زي نظام التشغيل اللي بيكون موجود في اي جهاز او الاوبريتنج سيستم، وزي اي جهاز من غير النظام ده بيتحول الجهاز اللي شغال بوظيفه وفعاليه وبيقدم اللي انا محتاجه منه لهاردوير او عباره عن صفيحه او اله مش بتديني اللي انا محتاجه منها. النظام ده بيتكون من عدة وظائف فرعية أو زي الأجهزة الأبليكيشنز أو التطبيقات، وهي إدارة الذات، فحص الواقع والحكم عليه، وتنظيم المشاعر، بناء المنظور، إدارة العلاقات وغيرها. تعالوا نشوف من خلال مثال ممكن يكون بيتكرر بشكل أو بآخر في حياتنا إزاي ممكن النظام ده يكون بيدير كل حاجة بتحصل في حياتي. تخيل معايا انك عامل دايت، خرجت مع اصحابك فلقيتهم اتفقوا ان هم هيجيبوا برجر وانت اساسا مقرر ما تاكلش حاجه زي كده. اول حاجه انت ممكن تعملها انك تسال نفسك هو ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل بره هو اني مختار نظام معين نمشي عليه وهما اختاروا حاجة مختلفة، واللي بيحصل جوه اني في جوايا صوت بيقول لي سيبك من الدايت وكل معاهم. الخطوة دي اسمها فحص الواقع، او انه اشوف ايه اللي بيحصل. لو النظام شغال هيمشي بالشكل ده، او اني اشوف انه صحابي مش مقدريني ومحدش محترم ان انا عامل دايت وعملوا قرارات مش ماشية معايا. الحاجة التانية إدارة الذات. إدارة الذات عبارة عن حاجتين أساسيين، وهما إنه هل أنا طلعت في دماغي الفكرة إنه سيبك من الدايت وكل فروحت مديت إيدي وكلت، أو قررت إن أخد خطوة لورا وأوقف الحركة دي، وبدل ما أحرم نفسي أنا هقول إنه أنا هكمل الدايت بتاعي وممكن اخر الاسبوع اجيب حاجه انا بحب اكلها او انه اعمل حاجه انا عايز. مثال مختلف، لو انا قاعد بذاكر وبعدين حبيت اتفرج على اي حلقه او اي ماتش او اي حاجه تانية، فقلت انه لا انا هكمل المذاكره بتاعتي وبعدين ممكن اتفرج على حاجه بعدين. لو عملت ده انا عملت خطوه اداره الذات، وهي القدره انه اكبح النزعه الامبلس كنترول، واني اجل اللذه او الديلي اوف جراتيفيكيشن. نرجع تاني الخطوه اللي بعدها، هل انا لما بغضب او بتضايق او بزعل المشاعر هي اللي بتحركني، هي اللي بتوجهني؟ زي مثلا لو انا وسط اصحابي وهم جابوا الاكل دوت وانا مش عايز اكل، هبقى غضبان ومتضايق وحاسس ان انا ما اتقدرتش وان انا زعلان ومحبط، ولا هلاحظ ان انا متضايق او منزعج ان هم اتحطيت في تحدي للدايت بتاعي او للخطة بتاعتي، ومع ذلك انا قادر ان انا اهدي نفسي واتعامل مع ده؟ لو عملت كده فانا عملت الخطوة اللي اسمها تنظيم المشاعر. الخطوة اللي بعد كده اسمها تكوين المنظور. تكوين المنظور معناها اني قادر ابني صورة ذهنية جوايا عن اللي بيحصل. فهل هقول عن اللي بيحصل إنه أنا شخص غير محبوب أو غير مقدر والآخرين لا يقدرون دوري أو مش محترميني، أو إني أنا عندي اختيارات وهم كان عندهم اختيارات تانية ومش ضروري إن اختياراتنا تكون ماشية مع بعض 100%؟
لو قدرت أبني منظور يساعدني فأنا عملت الخطوة اللي اسمها بناء المنظور. لو ما قدرتش فالخطوة دي حصل فيها جليتش أو بج زي أي نظام تشغيل أو operating system. الخطوة اللي بعد كده وبناء على كل اللي عملته في الخطوات اللي فاتت هقدر إن أنا أتعامل مع الناس أتعامل مع اللي حواليا في مساحات وحدود من خلال حاجة بنسميها إدارة العلاقات أو إدارة الحدود وتنظيمها. طيب السؤال اللي ممكن يتسأل هو طب هو إيه اللي يخلي حد النظام التشغيل بتاعه شغال بشكل يساعده بالشكل اللي وصفناه وحد تاني نظام التشغيل بتاعه مش مساعده أو مش شغال بالشكل اللي هو محتاجه؟ زي أي نظام تشغيل بيعدي بثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة السيت أب أو التأسيس أو التنزيل أو أنه النظام ده ينزل على الجهاز. الكلام ده بيحصل في أول مرحلة من عمر الطفل وهي بتبدأ من بداية الولادة. الطفل بيتولد زي أي جهاز مش عليه أي نظام تشغيل كلية، وبعدين من خلال تعامله مع العالم اللي حواليه تفاعله مع العالم اللي حواليه بيبدأ أنه ياخد حاجات يحطها على النظام بتاعه اللي هتكون بعد كده الاو اس بتاعه أو نظام التشغيل الخاص بيه. العالم بالنسبة للطفل هو الأب والأم. من خلال تفاعل الأب والأم مع بعض وتفاعل الأب والأم معاه بيبدأ الطفل يسطب أو ينزل أو يشغل نظام التشغيل بتاعه واللي بيساعده أنه يفهم نفسه ويفهم الناس من حواليه. هل الأب والأم موجودين متاحين بالنسبة له ولا مش موجودين مش متاحين بالنسبة له؟ هل الأب والأم موجودين عشان احتياجات الطفل ولا الطفل موجود علشان احتياجات الأب والأم دول؟ من خلال التفاعل ده الطفل هيوصل لاستنتاج أو conclusion هيبني بيه صورته عن نفسه وهي هل أنا شخص محبوب؟ هل أنا شخص ليا مكان؟ هل أنا شخص ليا دور؟ هل أنا شخص إلى آخره من صورتي عن نفسي، منظوري عن نفسي وكمان منظوري عن الآخر؟ هل الآخر شخص أتوقع منه إيه؟ للمفاجأة أنه كل اللي إحنا هنتوقع من العالم بعدين من أصحابنا أصدقائنا من المجتمع من الحياة إن هي تتعامل معنا بيه هو اللي يتعامل معنا بيه الأب والأم في الطفولة، لأن هم كونوا من خلال تفاعلاتنا معاهم وتفاعلاتهم معنا نظام التشغيل بتاعنا. وهنا بتبدأ مرحلة جديدة وتنتهي مرحلة الطفولة، مرحلة تانية اسمها مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة الفرد بياخد نظام التشغيل دوت ويبدأ يحطه in action، فيبدأ أنه يتعامل مع العالم يتعامل مع الواقع من خلال هذا النظام اللي كونه اللي اسمه الأنا أو الإيجو سيستم. ومن خلال حاجتين أساسيين بيبدأ أنه هو يكون توجهه في هذا العالم. أول حاجة وهي الأمان. هل أنا آمن في العالم؟ هل أنا آمن في الحياة؟ هل أنا آمن في المجتمع؟ بمعنى أني قادر أخد اختياراتي من غير ما أكون مهدد بالناس اللي حواليا ومن غير ما يكون العالم بيمثل تهديد عليا. حاجة تانية الثقة، والثقة في اللغة الإنجليزية هي trust وconfidence. الconfidence أو الثقة الشخصية وهي أنه هل أنا حاسس أني ممكن؟ هل أنا حاسس أني عندي القدرة أن أختار؟ هل أنا حاسس أني جاهز أخد خطوة في الحياة ولا لأ؟ دي الثقة الشخصية. والثقة المجتمعية أو التراست، هل أنا قادر أن أنا أدي الثقة لحد تاني ولا لأ؟ هل أنا قادر أن أنا أتوقع من شخص تاني أن يكون أدي الثقة معايا ولا لأ؟ بناء على كده بيحصل أن الأشخاص بتاخد ثلاث أنماط أساسية. أول نمط هو الشخص الاعتمادي. تخيلوا معايا أنه مجموعة شباب صحاب قرروا أن هم يخرجوا، فواحد خرج معاهم. هو أنت رحت معاهم ليه؟ والله ما أعرفش، أنا لقيتهم رايحين فجيت. طيب أنت بتسمع الحاجة دي ليه؟ والله ما أعرفش، أنا أصحابي بيسمعوها فبسمعها معاهم. طيب بتتفرج على الحاجة دي ليه؟ برضو هم لقيتهم بيتفرجوا ف
اتفرجت معاهم. الشخص ده بنسميه شخص اعتمادي، او بنسميه ان هو others directed او موجه بالاخرين، بمعنى انه اختياراته، قراراته، تحركاته في الحياة معتمدة بالاساس على اختيارات الناس اللي حواليه، بمعنى هم اللي بيحددوا اختياراته، وهو بياخد شكل سلبي اكتر بانه بيتحرك مع المجموع زي تحرك السمكة وسط التيار. النوع الثاني او النمط الثاني وهو الشخص الانفعالي او النمط الانفعالي، الشخص ده عنده اختيارات لكن هو متوقف على اختيارات الناس اللي حواليه الاول، بمعنى هو انت عملت كده ليه؟ ما هم اللي عملوا، هم عملوا كذا وانا عملت كذا. طب انت ضربت صاحبك ليه؟ ما هو شتمني فشتمته، ضربني فضربته، عمل كذا فعملت كذا، انت قبل ما تكلمني كلمهم الاول. فانا بتصرف كرد فعل للناس اللي حواليا، بستنى البيئه اللي حواليا تاخد اكشن او تاخد فعل، وانا بناء عليه باخد الفعل بتاعي او رد الفعل بتاعي. النوع الثالث، والنوع دوت بتقدروا تحددوه، بتقدروا تشوفوه، بتقدروا تميزوه، لانه بيكون واضح محدد لدرجه انه لو انا الشخص مش موجود ببقى قادر اقول كريم في الموقف ده ممكن يتصرف بالشكل الفلاني. انا عارف انه الحاجه دي هو مش هيوافق عليها. ليه؟ لان الشخص ده بنسميه الشخص المبادر، او الشخص الفاليو اورينتد، او الشخص الموجه بقيمه. وهو الشخص ده بيكون واضح بالنسبه له منظومه قيم محدده بيختار بناء عليها. فانت خرجت ليه مع اصحابك؟ لانه ده كان مناسبني، انا كنت مخلص المهمات اللي عليا وقررت اني هخرج معاهم. ما خرجتش معاهم ليه؟ لاني الخروجه ما كانتش مناسباني، او لاني انا كان عندي ارتباطات تانية قررت اني ما اخرجش معاهم. الشخص ده عنده قيم واضحه ومحدده وبيختار خطواته في الواقع بناء عليها. عايزين نفرق ما بين الاعتماديه الناضجه اللي الشخص ده قادر يعملها والاعتماديه اللي قلنا عليها قبل كده. الاعتماديه الناضجه معناها انه انا قادر اشوف ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها وبقوم بيها، وايه الحاجات اللي انت ممكن تكون بتعرف تعملها وقادر اني اعتمد عليك انك تساعدني فيها. الاعتماديه الناضجه او باللغه الانجليزيه هي البرو ديبندنس، والاعتماديه غير الناضجه هي الكو ديبندنس. البرو ديبندنس او الاعتماديه الناضجه معناها ان قادر اكون فريق مع شخص اخر عشان نحقق هدف مشترك مع بعض. الشخص المبادر هو الشخص اللي عنده القدره ان يكون هذه الاعتماديه الناضجه. طيب ايه اللي بيميز مرحله المراهقه واللي محتاجين ك أشخاص مراهقين أو أشخاص بنتعامل مع مراهقين نحن نكون فاهمينه، هو أن الشخص المراهق أو الطفل المراهق أو الفرد المراهق بيكون البريفرانتال كورتكس أو الفص الجبهي عضوياً غير مكتمل، بمعنى أنه في جزء من الدماغ بيكون لسه ما حققش كامل وظيفيته. الجزء ده هو مسؤول عن الفرامل بتاعة الشخص، أنه هو يقدر يدوس فرامل وقت ما يقرر ان يوقف. وعشان كده احيانا الاشخاص في مرحله المراهقه لو انفعالاتهم قويه، مشاعرهم حاضره بقوه، ممكن يلاقي نفسه بيتحرك في اتجاهات هو شخصيا مقرر ما يتحركش فيها. وعشان كده ما بيكونش مناسب ولا مفيد انك تفضل تقول له، او حتى تقول لنفسك لو انت في الموقف ده، انت ليه عملت كده؟ انت مش عارف ان كان ده ما ينفعش يحصل، انت مش عارف ان كان ده ما ينفعش يكون. لانه احيانا قوه انفعالاتنا هي اللي بتزقنا في اتجاهات من دي. وعشان كده بنقول ان المرحله المميزه للانتقال لمرحله الثالثه، وان نظام التشغيل دوت بقى جاهز انه يتعامل مع العالم بشكل مستقر، هي مرحله الانتاج او البرودكشن، والشخص بيكون فيها قادر على تبادل الحب. تبادل الحب يعني الشخص قبل مرحله الرشد ما بيكونش قادر يتبادل الحب. الحقيقة إن الحب زي نظام التشغيل بيعدي بثلاث مراحل. أول مرحلة إنه بفهم الحب، بفهم التعلق، بفهم المشاعر اللي ليها علاقة بالآخر من خلال تعامل الأب والأم معايا. وبعدين في مرحلة المراهقة
ببدأ أستكشف الحب، أختبر الحب، أجرب الحب، فبيكونش فترة تبادل للحب قد ما هو بتكون فترة استكشاف، اختبار، تجريب لهذه العاطفة اللي بنسميها الحب. لكن بعد انتهاء فترة المراهقة بيكون الشخص قادر ان هو يتبادل الحب لانه كون مفهوم عنه وقادر ان هو يشاركه مع شخص تاني. في المرحلة دي الشخص بيكون جاهز انه يدخل في علاقة التزام، بمعنى انه جاهز انه عنده مبدأ المسؤولية والمحاسبية، بمعنى انه بياخد قرارات، بيتحرك تحركات مسؤول عنها، وكمان بيبقى جاهز انه يتحاسب عليها، وبيطلب من الناس اللي حواليه، بيطلب من المجتمع اللي حواليه، بيطلب من البيئة اللي حواليه ان هي تخليه مسؤول ومحاسب على افعاله. حاجة تانية انه بيكون عنده القدرة، القدرة بمعنى انا عارف انا بعرف اعمل ايه واعمله ازاي وهقدر اعمله ولا لا. حاجة التالتة وهي الالتزام، وانه قادر احط لنفسي اختيارات محددة والزم نفسي بيها، مش بستنى المجموعة اللي حواليا او البيئة اللي حواليا ان هي تديني التزامات، لكن انا اللي بختارها لاني هي بتمثل قيمة بالنسبة لي. حقيقة المشاهد اللي وصفناها قبل كده في الكلام مع بعض، ممكن تلاقي ان في مشهد او اتنين حصلوا في حياتك او حياتك بشكل انت ما كنتش منتظره او حابب ان يكون حاصل. والحقيقة ان كلنا عندنا مشاهد كنا مبسوطين انها حصلت، ومشاهد كنا يتمنى لو كانت في مشاهد تانية موجودة مكانها. وعشان كده حابب اختم ان اقول انه ممكن تكون التحدي او المشكلة اللي انت واقف فيها مش انت اللي اخترتها، مش انت اللي تسببت فيها، لكن دايما هيكون انت اللي عندك القدرة والاستطاعة انك تحط بداية ونهاية جديدة لده. شكرا لكم.